النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي تقصى العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم باستعراض آخر ملخصات الطقس لخلال هذه الفترة. انخفض درجات حرارة نهار هذا اليوم الخميس بشكل واضح وملموس وكبير مقارنة بيوم الأمس الأربعاء، حيث وصلت يوم الأمس الأربعاء درجات حرارة إلى وسط أو نهاية الثلاثينيات مئوية في عمان والمدن الأردنية، وتجاوزت حاجز منتصف الأربعين مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت. توقعات باستمرار الأجواء صيفية اعتيادية إلى معتدلة خلال اليومين القادمين، حيث تكون درجات حارة حول معدلاتها المعتادة والمفترضة في مثل هذا الوقت من العام من تموز أو حتى أقل من ذلك بقليل. توقعات بأن تكون الأجواء لطيفة ورطبة بشكل لافت مع ساعة الليل، حتى تصبح مع ساعة الليل متأخر مائلة إلى البرودة في مناطق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، إضافة إلى توافد كميات من السحب المنخفضة، وبالتالي أجواء مع ساعة الليل المتأخرة تعتبر نوعا ما مائلة إلى البرودة. التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان خلال الليلة القادمة كما نلاحظ 18 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى، حتى أقل من ذلك صوب مرتفعات العاصمة عمان، توافد لبعض السحب المنخفضة في القطاع أو الأجزاء الشمالية من العاصمة عمان، كذلك الحال في شمال المملكة. التوقعات الخاصة بالأيام القادمة درجات حرارة كما تحدثنا في نهاية العشرينات مئوية وتلامس حاجز 30 مئوية، وبالتالي هي حول إلى أقل من معداتها المفترضة في مثل هذا الوقت من العام. أجواء صيفية معتدلة إلى اعتيادية مع ساعات النهار، تكون لطيفة إلى رطبة مع ساعات الليل مع ظهور السحب المنخفضة لا سيما في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى. توقعات بعودة درجات حرارة إلى ارتفاع خلال الأسبوع القادم تحديدا مع ساعات عصر ومساء الأحد. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.